السلام عليكم ومرحبا بكم أعزائي ليونكسس جيمر. اليوم في تجربة لعبة جديدة، طريقة التحميل. سوف نبدأ بفيديو لطريقة التحميل، ثم بعد ذلك نمر إلى فيديو لشرح اللعبة. نتجه إلى google.com، تكتبها في أي متصفح ثم ندخل إلى هنا، نكتب إيكاروس، وهي لعبة إيكاروس أونلاين أو رايدرز أوف إيكاروس، هو نفس الاسم. ثم نضغط على إنتر، ننزل أسفل ثم نختار هذا الموقع، ندخل هنا. إذا هكذا يبدو موقع اللعبة كما ترون معي هدى. إذا نمر مباشرة لتسجيل بالموقع، نضغط على سنغافورة، بعد ذلك سوف تخرج لك هذه القائمة لتقوم بملء يعني تسجيل معلوماتك للتسجيل بالموقع. قبل ذلك قبل التسجيل تختار اللغة، وهي هنا تختار اللغة الإنجليزية، هذيك هنا الفرنسية. إذا لم تظهر معك هذه الكابتشا فهي مهمة جدا، فقط تضغط هنا أو تضغط على F5 أو تضغط هنا على يمين الماوس، ثم تختار هنا لإعادة تحميل الصفحة. قبل أن أقوم بملء المعلومات، علي أولا أن أؤكد على هذا الخيار حتى يصبح بهذا الشكل، ثم أملأ المعلومات. ملاحظة مهمة هنا أثناء تسجيل الموقع، عليك أن تضع كلمة بعدها تضع أحد هذه الرموز، بعدها تضع الرقم كي تكون كلمة السر مقبولة. إذا هكذا تقوم بملء المعلومات. هنا تضع اللقب يعني اسم حسابك، هنا تضع كلمة السر كما أخبرتكم إياه، تضع كل جديد إلى إيميل خاص بك، ثم تضع علامة هنا، ثم بعد ذلك نضغط على سنغاب وننتظر قليلا. بعد ذلك سوف تظهر لك هذه الرسالة تقول لك لقد تم التسجيل بنجاح، نتمنى لك الاستمتاع. نضغط هنا للدخول إلى حسابنا، أضع هنا المعلومات، أضع هنا ليتذكرني، ثم أضغط على سينجين. يقول لك أعد كلمة السر للتأكد، أعدتها، نضغط على سند، ننتظر. إذا لقد دخلت لحسابي في الموقع، الآن علي أن أقوم بتفعيل حسابي. سوف أتجه إلى حسابي، أنا سجلت بحساب الجيميل، فأنا سأدخل إلى الجيميل الخاص بي، أكتب الجيميل هنا، يتم الدخول إلى حسابي في الجيميل بعد كتابة الميل وكلمة السر الخاص ببريدك الإلكتروني في الجيميل. بعد ذلك سوف تجد هذه الرسالة في الجيميل الخاص بك على شكل فالوف، هذا اسم الموقع، ندخل إليه، نضغط عليه هنا للدخول. بعد الضغط عليه ستفتح معك الرسالة على الشكل التالي. إذا يقول لك لتفعيل حسابك اضغط هنا، إذا سوف نضغط على هذا، ننتظر، بعد ذلك سوف تأتيك هذه الرسالة، اضغط على أوكي. إذا الآن لقد قمنا بتفعيل حسابنا بنجاح. إذا نتجه إلى تحميل اللعبة، نضغط هنا، أقصد إلى الصفحة الرئيسية. بعد ذلك سوف تظهر لك هذه الصفحة، نضغط هنا على هوم، ثم نختار هنا دونالد. إذا هنا سوف تجد جميع الألعاب الموجودة بهذه الشركة في فان جيم. هذه الشركة تنتج العديد من الألعاب، ليس فقط لعبة إيكاروس، فهنا العديد من الألعاب التي تنتجها، من بينها أتلانتيكا أيضا رائعة. ثم إذا هذه هي لعبتنا التي نريد أن نقوم بتحميلها. إذا حجمها فقط 15 جيجا بايت فقط وليس 30. إذا نأتي إلى هنا، نقوم بالضغط هنا للتحميل، نقوم بتحميل البرنامج الذي سوف يقوم بتحميل لنا اللعبة، ننتظر. إذا ها هو البرنامج، نضغط هنا للتحميل، 16 ميجا فقط للبرنامج. تقوم بتحميل أتلانتيكا أيضا، أتلانتيكا أونلاين، حجمها 5 جيجا فقط، نضغط هنا. ستلاحظ هذه أتلانتيكا أونلاين خاصة بمنطقة أوروبا، وهذه أتلانتيكا أونلاين خاصة بنورث أمريكا. إذا هذه هي التي يلعبها العرب، يعني يكون فيها العرب بكثرة. إذا سوف نختار هذه أوروبا.
إذن بعد تحميل اللعبة سوف تظهر يعني برنامج اللعبة سوف يظهر لك على هذه الطريقة. سوف تضغط عليه هكذا، تضغط على يس. إذن بعد ذلك سوف يظهر معك هنا، تختار اللغة قبل أن تبدأ. دبت الحل لدينا فقط الإنجليزية هنا في لغة البرنامج. ضغط على أوكي ثم نكست ثم نكست و انستال مباشرة. انتظر قليلا، بعد ذلك سوف انتهى البرنامج من ضغط فقط هنا على فينيش. إذن سوف يعود لك إلى الموقع مباشرة، الموقع الرسمي. انتظر فقط، ننتظر كي يدخل الموقع من تلقاء نفسه طبعا، يعني أثناء الضغط على البرنامج لفتحه سيعود بك إلى الموقع. عندما تعود إلى الموقع سوف تضغط على ستار بلاين، ربما يقول لك غو كما قال لي هنا. إذا لدي هنا إشكال، عندما أقوم بفتح هنا الموقع يفتح لي على متصفح التورنت، أنا أريد أن يفتح على متصفح جوجل كروم. إذا بعد الدخول إلى حسابك في جوجل كروم، متصفح كروم، سوف تجد مباشرة هذه الأيقونة ونضغط عليها. إذا مباشرة سوف يظهر معك هنا Open Launcher، نضغط على يس. سوف يظهر لك البرنامج بهذا البطيء، لك نافذة البرنامج بهذا الشكل. إذا هنا تضغط هنا مباشرة لبدء تحميل اللعبة. إذا نضغط عليه لبدء تحميل اللعبة. إذا وهكذا يتم الآن التحميل كما ترون أعزائي، هذا هو الوقت المتبقي الآن. لا تنسى أن تختار هنا مكان الملف، إذا وجدت خطأ يجب أن تختار أولا قبل الضغط على دونالد أن تختار مكان الذي سوف تضع فيه ملفات اللعبة. إذا كل ما علينا هو الانتظار لانتهاء اللعبة ثم تجربتها معكم. إذا وهكذا أنا وصلنا إلى نهاية الشرح، وشكرا لكم، ولا تنسى الضغط على اشتراك لقناة ليونيكسيس جيمر، وتحياتي لكم.